السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم. غير خبر عاجل ديال فقيد الصحفي الكبير في المغرب خالد الجامعي، الله يرحمه ويغفر ليه. فقدنا واحد الصحفي اللي حارب بزاف ديال الميادين، كنطلب الله يغفر ليه ويجعله من أهل الجنة ويصبر العائلة ديالو، البركة في راسهم، والله يرحم الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. ناضل 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 بزاف، والصحافة ماشي مهنة سهلة، من أصعب المهن. واحد تيتعرض لبزاف ديال الحوايج، الاعتقال، السجن، المرض، التكرفيس. مي مهنة شريفة اللي كتخلي الصحفي السلطة الرابعة للأوطان. لو ما كانوش هما ما سنعرفو حتى شي حاجة. المهم الله يرحم الفقيد ويغفر لي ويجعله من أهل الجنة ويصبر العائلة ديالو. شكرا لكم ومع السلامة.